اللي صار أمر بسيط جدا، ولكن يعني أظن بعض الجهات الإعلامية بحسن أو غير حسن نية استخدمته وحركته وربطت وحللت وحاولت يعني تخرج بنتائج وكلها غير صحيحة. موضوع الاستقالة من شهر ونصف وجهت رسالة لإخواننا في المجلس في عفوا الائتلاف السوري، ويعني وضعت بعض الأمور التي أرى أنها ضرورية من أجل التحرك. طبعا عندنا لا أخفي ذلك، يعني إحنا لسنا جسما كاملا، وهذا أمر يحصل في كل التجمعات الثورية لنقول، في تباينات بوجهات النظر، في بعض الأمور بعض الأخوة يوافقون عليها غيرهم لا يوافق. يعني باعتقادي وصلت إلى درجة كان من الضروري اتخذ هذا القرار، وساهمت بعض المؤتمرات الدولية في اتخاذه، لأنه حقيقة نحس أنه يعني أكثر من إحساس التفاهمات الدولية دائما تكون على حساب هذه الشعوب المسكينة. فخلص، لأنه إحنا عم نكون نوع من فقط الواجهة التي تتعامل بكل الطرق مع المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي لا يفي بالتزاماته دائما. فبالنسبة لي كشخص الآن وجدت أنه يعني أعطيت الأمر فرصته الكافية، ويمكن أن أخدم الثورة بطريقة أفضل، ليس انسحابا منه. بعض الناس ظنوا أنه الأمر سخط على الائتلاف، عندي انتقادات على إخواننا في الائتلاف ولكن ليس رفضا له، فاتخذت هذا القرار. الآن القرار يعني ما يزال موجود، ولكن أمارس صلاحيتي حتى تجتمع الهيئة العامة وتقره. هي خلاصة الأمر كله، خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر. وإذا لم تقر، لم تقبل؟ لم تقبل يعني أعيد تقييم الموضوع في ضوء ما ستقرره من ربما أفكار تغييرات جديدة أو تغييرات. مساومة يعني استقالة؟ لا، ليس مساومة، هو نوع من مساومة سليمة، ما معلش يعني مناورة سياسية لحتى تأخذ يعني أختي. حتى لو كان في قبول لبعض الأفكار أحيانا، الأمر مرتبط بمعادلات كثيرة. يعني مثلا قدرتي على خدمة قضية إخواننا في الثورة السورية هل تكون أفضل من الداخل أو من الخارج؟ ربما يكون حتى الساعة أنت ترى أنه قدرتك على خدمة الثورة من الخارج أفضل خارج ربما الائتلاف. يعني هذا أحد الأفكار الأساسية عندي. سترتاح منه إذا صح التعبير لما بتكون برا، أو يعني ما هي الأشياء التي ستصبح فيها أقوى إذا صرت يعني برا الائتلاف؟ يعني في ائتلاف لقوى المعارضة دائما نحن كوني رئيس لهذا الائتلاف فلا بد أن أمشي مع قرار العام وأحترمه. والمرة الوحيدة التي يعني خرجت فيها بشكل واضح تماما عند طرح الفكرة التي بعدين يعني تكلم عنها كمبادرة من أجل التفاوض مع النظام وإطلاق سراح المعتقلين، كانت طبعا مفاجئة لإخواننا بالائتلاف، ويعني أنفقوا وقت في وضع محددات لها كي لا تخرج عن الخط العام. طيب ربما يكون من الخارج هناك خدمات أقدمها بشكل أوضح بدل الانهماك في الأمور الرسمية والاستقبالات والتواقيع. طيب ولكن هذا مجلس أو ائتلاف اعترفوا فيه يعني 120 دولة وأكثر بأنه ممثل شرعي، برأيك أنه تستطيع أن تكون بنفس الوزن خارجه؟ أختي من الناحية السياسية طبعا كشخص لن أحظى بهذه المكان العظيم اللي منحونا إياها 114 دولة أو غير ذلك، ولكن من الناحية التواصل الأقرب إلى الناس أكيد من الخارج يكون الأمر يعني له بعد آخر. الائتلاف اليوم بعيد عن الناس؟ لا يعني ذلك، أنا أقول بصفتي الشخصية وجودي على رأس الائتلاف له فوائد وله أحيانا معيقات في التواصل مع الناس. اسمح لي، أنا بقدر موقفك، أنا رح أقول اللي عندي وأنت صلح لي. أنا بقدر موقفك حرج، يعني أنت اليوم عم تمشي على خيط مشدود كما يقال، ما زلت محتفظ بمنصبك الرسمي، في يعني في أمور لا تريد أن تفضحها، في من يدعم لا تريد أن تخسره، ولكن اليوم الشعب السوري بعد سنتين بده يسمع كلمة حق، بده يسمع شفافية، بده يفهم. عم بيحس أنه هذا الجسم اللي هو الائتلاف وكلكم كمعارضة من حضرتك والآخرين تتعاملون بنفس السرية، بنفس الغموض واللغز اللي تعامل فيه النظام، اللي هو قال لا بكفي، أنا بدي أعرف شو، أنا بدي أخذ حقي بقيادة بلدي. اليوم أنت من واجبك تقول للسوريين بالضبط شو اللي صار، ليش بدك تتراجع، ليش يمكن ترجع، ماذا تطلب؟
إذا خايف على اللي معك بالائتلاف يزعل، بده يزعلوا منك باقي السوريين، واللي أنت قبل ما نبلش اللقاء قلت لي هن أهم. أكيد. فيني أعرف منك بصراحة اليوم عن أي خطوط عم نحكي؟ أختي الكريمة، أنا وجدت في الائتلاف بظرف لم أكن أريده، وهذا الكل يعرفه. كان هناك يعني ضرورة سياسية ما، ويعني بتفاهمات مع إخواننا رضيت بهذا الأمر. الآن هذا الموضوع يمشي أحيانا بقناعات قد أفكر بها بطريقة أخرى. فاجأتهم يعني، فوجئوا بأفكارك يمكن ربما. فأنا أقول يعني أول شيء الائتلاف هو ملك للشعب السوري، ليس ملك لشخص معين حتى يعني يقوض أو لا يعني يحترمه. الائتلاف وجد ويتابع طريقه، ورغم أنه في أفراد معينين مثلا يتصرفون فيه بطريقة غير لائقة أحيانا حتى بالنسبة إلي، يعني أمر ليس سريا. عندما ذكرت مبادرة التفاوض مثلا، آسف للعبارة، يعني بعضهم على الفضائيات مسح فيني الأرض، وأنا متخذ قرار لا أهاجم أحد، ليس لنقص في القدرة الحمد لله رب العالمين، ولكن أقول هي معركة جانبية وأنا يعني أنأى بنفسي عنها.